waxaa maanta magaalada Baydhabo ee xarunta kumelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka la yeeshay odayaasha dhaqanka Yuusuf Macalin Amiin Baadiyow oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Odayaasha iyo musharax ayaa waxa ay ka wada hadlayeen sidii dalkan looga shaqeyn lahaa si uu u dhaco isbeddel. Odayaasha ka soo qayb galay kulanka qada sharafta ahaa ayaa waxa ay khudbado kala duwan ka jeediyeen halkaasi. Wali ka taamay muddo hadda masal shaawo ay qantoo waa ku dhiman intii kale yi midda ta sanad madal buru walaa wa ka taamani markii laha dadku tan ta fidi dadoo geek waqtiga la amari lagu sheego yoma laba tagi toobsan burburay la ka jari mid boolay la weelay دولي لبزي انت اللي ويله قال له ويله راها هاي تصدق عاد لما هذا هو بالدولة صدق دور كل جاي سنو كي قرقبي هو جيت حكومة دي بلا قاعدة ما لقيت عن كذا يبغى قاعدة وصدق أنا من بيلي كارغالي بردور غير كذا الفلاس ملا إني أنا ما ذا حتى نمد عند دكتي ويديو هاي أو أنت إنه نقرب استعمل حديد لما شلنا أنت ما ذا أني أنا لما هو قلما ها إلهو بارك على دم حدي حنتل بيو او حنتي هاي بيوي جيك دكي دم بباسي ميل ولا حد لا قالوا هاي سيلي مودها بن ادم لا ولا هاي برين اني ول نو هم دقاله ديو دي كور مرك كدم بو يتبل اسكا اننا كور كو يا كو كور اني ون نفسي مال هرنا ديار مينيا وحا جبي جبدي غوبتا كهل يوسف معلن امين باديو مشرح مدحوينها كونفور غلبيت سوماليا أنا جديد قلنا ولا هاي تيني ونسكارقنا ولا إنس كشاق يا هاي تي ولي فذي مدورة إني أو وقعتم ولي ديجا سينا ملاي دت كي دعو لكن سدوم يو راديال كي ولا جس إني كديت مشرحين هكوي تي أو تربان شم إل دي إيه تلوه إيه أركولي فذي إني أنا سين حاجي جي مشرحين تسكي جري مركا ولي وها ولي مدي يرا دمن وقت الدورة شدة كنت مبرو كلاد من عندي لاير كنت متضوي ولا تعب بعد ما دحسات لك ترى ولا في نوفمبر بلت ما دي قمات تنكر قمات تي دي كانت متضوي ودور شدة لك لا دي لاير هذه لاي نوبل حسن علي داود حسن شلري ستار تي في مقاله بيضه بجناي.